مواصفات الاركتكشر حقك وانت شوف لي اي ابلكيشن يناسبك. تقول لي يا منصور تقول لي يعني تحدد انت نوع الابلكيشن وبعد ذلك الاي تي برنسبلز حلوها تشاركيه. يعني ايش تشاركيه؟ يعني حتدخل فيها المانجمنت والاي تي حيدخل فيها طرفين غالبا يكون الاي تي احدهم والثاني يكون الجهه المحوله لهذه البرنسبلز. الان انا في هذا النموذج بدون ما اكتب اي حرف عرفت الصلاحيات. لما اشتري استثمارات اللي بياخذوا القرار للستوك هولدرز اللي فوق مجلس الاداره، لما اشتري اختار نوع التكنولوجيا فاختارها الاي تي، لما اكون محتاج الابلكيشنز حيختارها صاحب الشركه، لما اكون محتاج القواعد حيشارك فيها الاي تي ومن يهمه الامر في الجوانب الاداريه من المؤسسه. هذا النموذج اللي هو والروز على الويل موديل للاي تي جفرنس. هذه اوبريتنج موديلز. خلي بالك يعني انا الان قلت في هذا النموذج انه في المستقبل اللي بيعمل جفرنس حيكون على هذه الطريقه. لما احتاج انفستمنت حرفع القرار للاداره العليا هي الوحيده اللي من حقها تتخذ القرار. هذا النموذج يعمل لي حاجه واحده، يحدد لي من يتخذ القرار، ما هو القرار ومن يتخذه. ما هو القرار ومن يتخذه. النموذج الاخر، ما هو الدور اللي انا اريده؟ لاحظ انا الان اتحدث عن الاوبريشن بين في التو بي. بدات بنت الجفرنس وقلت انه الانفستمنت يختار الاداره العامه وحدد مين يتخذ القرارات في كل الخطوات في الفيوتشر اركتكشر اللي انا حامل. الخطوه الثانيه ما هو الاي بي رول. اي دور اريده للاي تي. عندي اتجاهين. لاحظ احنا كنا قلنا انه الاي تي لو اما اتجاه الاي تي واما اتجاه باتجاه الاداره. وكنا قلنا انه حاليا في السنوات الاخيره مالت اداره الاي تي نتيجه للضغط اللي لاحق في الاي تي الى ان يكون موضوع اداري معهوش موضوع فني. وقلنا انه الاي تي مانجر السي اي او يدخل في كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها في المؤسسه. الان بيقول لي انا عندي تو اورينتيشن، اما ان يكون بزنس اورينتيشن يعني الاي تي يكون مور ذان اي تي ويروح للبزنس، او ان يكون انورد تو اي تي. هذا الاي تي ممكن تكون العمليه اي تي وممكن تروح الى البزنس. الحالة الثانية أو الحالة المقابلة، ما هي حالة الانوفيشن اللي أنا محتاج الابتكار اللي موجود؟ هل يكون تابع ولا يكون قائد؟ طلعت لي أربع حالات، ممكن يكون الأي تي بزنس بارتنر شريك، ممكن يكون استراتيجي بارتنر يكون شريك استراتيجي، ممكن يكون مجرد سيرفيس بروفايدر، وممكن يكون اي تي انتربريتر بنيور. بنيور يعني مجرد مقاول. يعني الاول حيكون شريك. هذا يميل الى مين؟ يميل الى ان يكون اداري. فحيكون الاي تي سي اي او مشارك في كل القرارات اللي تتخذها المؤسسه. يعني انا محتاج كمدير محتاج اعمل اوتوميشن للنقطه، ما بعملش اي تصرف الا بعد ما استشير الشريك حقي اللي هو الاي تي، اقول له نعملها ولا ما نعملهاش ونعملها كيف. هذا بيكون قرار اداري ويساهم فيه من الاي تي. لكن لو انا محتاج سيرفيس بروفايدر هذا اي تي، نقول للاي تي احنا محتاجين خدمه، يقول لك الاي تي انا حوفر لك الخدمه، مالكش دخل انت كيف.
ولا تتخذ قرار. انا هتخذ القرار عن شكل الخدمه وكيف اوفرها له. في الجانبين الاولين اللي تحت هذول بيميل الى اي للاي تي، هناك لا بيميل الى الجانب الاداري. الجانب الاداري والاربع الحالات مشروحه. لما تجي تشوف تقراها بالنص كذا حتلاقيها كتله واحده. هنا فقط احنا فصلناها قليلا، قلنا حالة السيرفيس بروفايدر الانتربرايز البيزنس نيد ار ترانسليت نيد ار ترانسليتد انتو انفورميشن تكنولوجي. يعني في الاساس عندي بزنس نيدز، انا كمدير احولها الى الانفورميشن تكنولوجي، الانفورميشن تكنولوجي حيساعدني حيكون شريك معايا في تنفيذ هذه العمليه. البيزنس بارتنر او الاستراتيجيك بارتنر از كاركترايز باي بوث بزنس اورينتيشن اند انوفيشن، لكن بيميل لمين؟ للبزنس اورينتيشن. معنى ذلك انه الخيارين الاوسط هذول اي تي، والخيار الاعلى واللي تحت هذول بزنس. لا العكس، الاول والاخير اي تي والثاني والثالث بزنس. لاحظ بزنس بارتنر حيكون الاساس البزنس والاي تي بارتنر شريك. في الحاله الثانيه استراتيجيك بارتنر بيكون الاي تي فقط اكتفلي بارتيسيبيت، بيساهم الاي تي في البزنس، لكن الاساس هو القرار من البزنس. يعني انه الاي تي مانجر هيكون فقط بارتيسيبيت ان بزنس بلاننج، حيكون شريك مع الاداره في التخطيط لخطط الاي تي، لكن كل الموضوع حيكون اداري. في الحاله الاولى سيرفيس بروفايدر لا هو اللي حيكون بزنس نيد ار ترانسليت، ترانسليت باي مين؟ باي اي تي ديبارتمنت. يعني اللي بيتصرف في العمليه مين؟ الاي تي. البزنس فقط او المدير يقول له انا محتاج اعمل للكاستمر علاقه، يقوم هو يحدد نوع هذه العلاقه ويخطط لها الاي تي. كل الموضوع حيكون باتجاه الاي تي. الحالة الثالثة هي سايد از اي تي اورجنايزيشن كرييت بري كونديشن فور بزنس اكسكيوتيف. هذه الحالة الاي تي بي بيعمل حدود للبزنس، يقول لهم اين نستطيع ان نساعدكم. بري كونديشن يعني يحدد حالات سابقة يستطيع البزنس ان يستخدمها لكي يرفع مستوى الانفورميشن تكنولوجي. لكن في الحاله الثانيه والحاله الاولى المتحكم الاي تي، في الحاله الثانيه والثالثه المتحكم البزنس. انا الان شفت الجفرمنت وشفت حددت ما هو دور الاي تي. هذا تو موديلز، الاول حدد لي الجفرمنت والثاني حدد لي الرول اوف اي تي، الثالث الاورجنايزيشن. تذكر انه دائما احنا بنتحدث عن مين؟ عن التو. الاورجنايزيشن اركتكتشر او ستراكشر اللي هو الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي يقول لي كيف تنظم الوحده، مدير ونائب مدير ولا مدير بدون نائب مدير، في سكرتاريه، ما في الهرم اللي يسمه التنظيم الشكل الهيكل التنظيمي يسموه باللغه العربيه. يعني كيف بيتو شوف هنا عندي الاي تي مانجر اللي هو السي اي او معاه فاينانس ومعاه فيندر مانجمنت وعنده هيومن ريسورس، هذول كلهم يتبعوا. حتلاحظ انه ما عملولوش اي هالة كبيرة، ما عندوش مستشارين، ما عندوش نائب مدير، هو الترتيب البسيط هذا للسي اي او. بعد ذلك اقسام الخدمات اللي موجودة بزنس بروجرامز اركتكتشر بلاننج سوليوشن ديبارتمنت، هذه كلها اقسام للخدمات الموجودة في الاي. هذا الاركتكتشر اذا انا حددت الان ثلاث حالات، كيف اضبط الاي تي وما هو دوره وما هو الهيكل التنظيمي للمؤسسه اللي بتقوم بهذا الدور. كل هذه على فكره كل هذه النماذج تدخل تحت الاوبريتنج
مودلز اللي هي هذه هتكون اوبريتنج ماذا بعد؟ فاكرين لما كنا بنعمل الكابابيلتيز كنا محتاجين نحدد الكابابيلتيز اللي موجودة عندي راحت عندي بالخطأ يبدو لي وأنا بعمل أعطيني لحظة بس أقول لك لأنه مش حابب أتذكر